مقاعد السادة المستشارين، سيد المستشار محمد عبد صالح، السيد المستشار محمد عبد الظاهر. عن مقاعد رؤساء المحاكم، السيد الأستاذ أحمد الأدهم والسيد الأستاذ محمد عبد الهادي. وعن مقاعد أعضاء النيابة بعد أخذ من حصلوا على أكثر الأصوات، السيد الأستاذ أحمد سمير الجمال. السيد الأستاذ محمود عبدين. السيد الأستاذ هشام عبد الرحمن بهلول. السيد الأستاذ محمد عبد الصالح.